خوتي خواتاتي ها واحد السلام عليكم، كيف نتوما؟ كنتمنى كاملين بكم تكونوا على خير وبخير. اليوم جبنا لكم لابارتمون من الحجم الكبير، نتوما اللي كطلبون على هاد القياسات اللي كاينين. المساحه ديالها 103 متر، فيها 3 شومبر، صالون، كوزينه وبالكونيس، شقه عائليه. فين كتواجد؟ كتواجد طريق الرباط، حدا سوبر مارشي مرجان ديال طريق الرباط، او يسمى شارع الجيش الملكي. هاد المقطع فين جا اكزاكتومون؟ جا حدا مرجان ديال طريق الرباط. بالنسبه للناس اللي ما كيعرفوش هاد المقطع، قريب من برانس الثانيه، قريب من مركز الحليب، قريب من اهلان، قريب من القريه الرياضيه اللي عاد غادي يدي شنو، ملعب بن بطوطه، ملعب التنس، يعني بزاف ديال المرافق العموميه اللي كاينين هنا. وطبعا ما نساوش مجمع الحسني، وعاد قريب من سونتر في مع لي تونيل اللي كاينين في شارع الجيش الملكي او طريق الرباط. ودابا ندخلو من بعد ما شفنا الدروج السكر اللي كاينين في العمارة ولا سانسور، ورا كاينين حتى كاميرات سيرفيونس، كاين السنديك وكاين العساسة، بحكم ان لابارتمون ديالنا كتواجد في ريزيدونس فيرمي، بلي باغيير ديالو، بالعساسة ديالو وبالكاميرات ديالو. مع الدخلة كتب لكم الفصالة ديال لابارتمون، جات مفتوحة وعاد دولوكس. لابارتمون ديال اليوم كتباع بالفراش ماشي خاوية، وهادشي اللي غتشوفوه في وسط الشقة راه غادي تديوه معاكم، يعني ما تنقص منه حتى معلقة. عقلوا على الفراش اللي كاين هنا باش نهار اللي تشريوها تاخدوه معاكم. هنايا مع الدخلة كاين هاد الصالون اللي المساحة ديالو كبيرة رائعة، اللي هما جنبو انه يعملوا فراش تقليدي وعملوا فراش عصري. عاملين فيه هاد الكنابيس اللي هما عصريين في هاد اللون هذا، عملوا فيه طابل باس اللي جات حانية يعني بكولور بياض، وعاد في جنب ديال الحيط اخر عاملين البابي بان في الكري اللي جا مع اللون ديال الحيط اخر عاملينه في الكري. طبعا ما نساوش ان السقف عاملين البلافون ديال القبط اللي في الابيض، وترياجات خفيفه رائعه حلوه في وسط السقف ديالنا، جات مع التفريشه اللي هي جات. كل شيء جا مواتي مع بعضياته، يعني حتى من الزربيه اختاروا انهم يعملوش ديك الزرابي الكبار اللي من القنت حتى للقنت اللي معروف بهم المغاربه، اختاروا انهم يعملوا زربيه ستيتو حلوه مع الصالون ديالنا، وعاد هنايا عملوا زربيه طويله. صراحه الفراش ملي كيكون خفيف بحال هيدا مطبهجه، وي فراش خفيف ما كاينش ما احسن منه، راه كيبين حتى المساحه ديال الشقه وكيبين كل حاجه في موضعها. يعني هنا ما كاينش الاصلاحات نهائيا، اجيب حويجاتك ودخل تسكن. بالنسبه للناس ديال الخارج، او بالنسبه للناس اللي كيقلبوا على شقه بثلاثه ديال لي شومبر، ها هي جاتكم الفرصه بين يديكم. وعاد ديكلاراسيون 100%، تصريح 100%. بالنسبه للناس اللي كيبغيو يعملوا كريدي ويشيتها انا من الكره، ها هي الفرصه جاتكم. شقه من الحجم الكبير، ثلاثه الغرف ديالها، كوزينه ايكيبي مجهزه باحسن ما يكون، مفرشه، ما عليك غير تجيب الماليطه ديالك ودخل تسكن فيها. من بعد ما شفنا الصالون اللي جا اون فاس لهاد المساحه اللي وريت لكم فاتي مع الدخله، يمكن نتوما تستغلوها وتعملوا هنايا كونسولا مثلا، بس شي كان بيستيتو صالا مونجي، سينو تخليوها خاويه هيدا وتحطوا فيها الديكوراسيون. خاصها تستغل ضروري، حنا معروف كنقولوا اي مساحه كاينه في الشقه راه خاصها تستغل، ولكن ماشي يعني اتحط فيها الباكيج الكبير اللي تحبس لك المساحه، يعني هنا يجي ديكور خفيف. في الكلوار كيف ما شفتوا هي كتوريكم فاتي، هنا عاملين البلافون ديال القبس اللي عاملين فيه هاد لي سبوت خفافين 40 ستيتوين في ابيض، وعاد الكلوار كامل جاب نفس الكولور ديال الصالون، حتى هو باللون كري اللي هو زاد بين المساحه ديال الشقه ديالنا اللي المساحه ديالها 103 متر. هنايا التواليت كيف ما قلت لكم فاتي، هذه التواليت الاولى اللي كاينه في الشقه، حيت كاينين جوج حمحم على ما رديت البال. هذه ماشي تواليت سيرفيس، لان فيها الدوتشه، يعني كيف ما شفتوا راه مزلجه تاع السقف، وحتى هي فيها السقف عامل فيه البلافون ديال القبص، هو عامل فيه بومبيه خفيفه مزونه، وعاد الدوتشه المساحه ديالها كافيه للاستعمال. راه ديجا كيف ما قلنا الشقه فيها جوج ديال الحمامات، ماشي تواليت سيرفيس، ولكن جوج الحمامات اللي فيهم الدوتشه ديالهم، فيهم كل ما يلزم للشقه. هنا لا كويزين، هنا مع الدخله كنجبروا الكوزينه ديالنا اللي جات رائعه، عاملين فيها عاملين فيها الام دي اف، يعني كوزين ايكيب اللي عامل فحال الخشب هو الام دي اف، وعاد عاملين فيها يعني مجهزه باحسن ما يكون، كاين لاوط، كاين داك اللعبات ديال الالومنيوم اللي كيبينوا في وسط، هي توريها لكم فاتي، يعني في البلاكر هذوك اللعبات ديال الالومنيوم، على ما شفت انها حتى لي ماتيريال هنايا كاينين، يعني غير غادي تشريها ما تجهزش شي كوزينه بحوايج اخرين. كنظن حتى داخل كاين قشع ستيتوين، كاين اللي غادي تحتاجو في الكوزينه ديالنا. وعاد بالنسبه للزلج عملوه خفيف مره، يعني بيض هي ما كاين ما احسن من لا سامبليسيتي، يعني كتعطي رونق وجماليه للشقه ديالنا، وكتبين المساحه ديالها، وكتبين دو لوكس. بعد ما شفنا الكوزينه،
كوزينه طبعا ما فيها البلكون ديالها اللي كيطل فوسط الريزيدونس. طبعا فوسط الريزيدونس ما كاينش داك المنظر ديال عماره فوسط العماره حيت البلكون كيطل على الجاردة اللي كاين فوسط الريزيدونس. يعني الا كانوا عندكم العواول ومثلا العواول ستيتوين ولا شي حاجه راه كاين الجاردة فين يلعبوا العواول ديالنا، واللي بغى يشوف هذاك المنظر اللي كيطل عليه الكوزينه ما عليه غير يعيطنا في الارقام اللي كاينين في اعلى الشاشه وحنا غادي نجيبو حتى لابارتومون وغادي يشوفها كيفاش عامله من الداخل والاطلالات اللي كتطل عليها. واهم حاجه اللي كاين في هذه الشقه هذه هو انها ما كاينش الفيزافي نهائيا، يعني الصالون ولا الشومبر اللي عندنا كاملين كيطلوا على واحد الجهه اللي هي اسباس فيغ غزاله ما شاء الله، منظر جدا رائع بعد ما يتبنى فيه حتى حاجه. من الجهه اخرى ديال الكوزينه كطل كيف ما قلنا فوسط الكومبلكس اللي كاين الجاردة. هاد لا شومبر هادي ديال العواول الاولى، يعني الاولى اللي كاينه فوسط لابارتمون، المساحه ديالها هانتوما شفتوها هزه جوج ديال الكيما مسيبارين ستيتوين. عاملين وي عاملين لها البابي با هذا ياك؟ أييه بابي با. وي بابي با مودرن ديال العواول، داكشي مزيون كلاس، عاد الطاقة جات كبيرة، أنا ما لاحظت أن الطاقة كبيرة، ماشي دوك الطاقة ستيتوين اللي كينو كيكونو في لي شومب، طاقة كبيرة مسنطرية في وسط الحيط، اللي تا هي كطل في وسط الريزيدونس اللي فيه الجاردة، وما نساوش أن عاملين هنا الماريو. هاد الماريو مولاتو هي اللي عدلاتو. هذا ما جاش هنايا، ما جاش هنايا، هي اللي عدلته كامل بالمجوره ديالو بالرفوف اللي فيه بكلشي اللي فيه. يعني ديجا بما فتحوه قيله نقدروا نفتحوا هذه الجهه، فتحوا هذه الجهه ما فيهاش الباجاج. يعني ها انتما كتشوفوا الرفوف ديال اللي هما غارقين يقدر يتعلقون فيهم الحوايج ديالكم بطانيات، هي ديجا الجهه اخرى عاملين فيها بطانيات. وعاد البيبان ديال ماريو كوليس، يعني ماشي البيبان اللي كيتفتحوا هذا، كيتقوا واخدين لكم مساحه وكيقطع لكم حتى الطريق. بعد ما شفنا النص ديال الشقه في الاول غادي نشوفوا الباقي ديال الشقه. طواليت الثانيه اللي كاينه في لابارتمون اللي حتى هي المساحه ديالها كبيره على الطواليت الاولانيه. هنا في الدوتشه الطواليت الاولى فيها الدوتشه، ولكن الطواليت الثانيه فيها البانيو. يعني بالنسبه للناس اللي كتقول لا كتعجبني الدوتشه ولا لا كتعجبني البانيو، هاد الشقه جمعات لكم بجوج، كاينين بجوج فيهم، يعني ما تختلفوش مع بعضياتكم. اللي بغى الدوتشه يمشي للدوتشه، اللي بغى البانيو اللي بغى البانيو ها البانيو. حتى هاد الحمام من تقريبا نفس الفصاله ديال الدوتشه الاولى، حتى هو مزلج حتى السقف، السقف ديالو ديجا فيه البلافون في البياض، عاملين فيه لي سبوت، وحتى الارض مزلجه بهاد النوعيه ديال الزلج اللي هو راقي ودولوكس. هنايا كنشوفوا الغرفه الثانيه اللي هما عاملينها لا شومبر برينسيبال ديال لي بارون، عاملين فيها كاما ديال جوج الناس، وعاد فيها البالكون اللي كيطل على ليسباس فيغ اللي كاين اون فاس هاد الكومبلكس هذا. المساحه ديالها كبيره، يعني انا جاتني هنا تقدر تكون غير لا شومبر برينسيبال ديال لي بارون ياك، ما كنظنش غادي تكون العواول حيت حنا ديما كناخذوا الغرفه الكبيره وكياخذوها الوالدين. حتى هي فيها الماريو في وسط الحيط، يعني ما واخد لكمش مساحه من بيت، عاملين فيها كام كبيره ديال جد الناس كوكيتات ستيتوين. وهذا الفراش اللي كتشوفوها فتي تقرب لكم على الراس ديال الكاما وتوريكم النوعيه ديال الفراش اللي كاين هنا، حيت لابارتمون كتبع بالفراش ماشي خاويه. يعني بهادشي كامل اللي كتشوفوه، يعني هاد الكوكيتات غادي تديه معاكم، كوكيتات ديال الثوب، هاد الكامل اللي كاينه هنايا تبقى فوسط هاد لابارتمون هادي، لابارتمون مجهزه فريمون باحسن ما يكون. مع دوره الكاميرا غادي تشوفوا بلي هاد الطابلو كاين في وسط الحيط، ولكن تقدروا نتوما مثلا تزولوا هاد الطابلو، يعني هو غيبقى بالحق، تقدروا نتوما مثلا كما قالت فاتي تزولوا الطابلو تعملوا التلفازه بلازما ديالكم هنايا، يعني الواحد يكون ناعس وكيتفرج في التلفازه. انا لاحظت هنا ان لابارتمون كامله دايره بالبلكونه. وي حتى انا لاحظتها، يعني لابارتمون جات مهويه مهويه لاقصى درجه، وعاد مشمسه وما فيهاش الغمولة وما فيهاش البروده، وفيها جوج الواجهات. حيت فيها جوج الواجهات وجات عاليه، وعاد ما كاينش نهائيا الفيزافي، وعاد كل شومبر كاين بالكون ديالها، حتى من الكوزينه فيها بالكون، والصالون عاد فيه طاقه كبيره اللي كتدخل لكم الشمس وكتدخل لكم الهواء. هنايا من بعد ما شفنا لا شومبر الثانيه ديال هاد لابارتمون هادي، وشفنا الفراش اللي غادي يمشي مع هاد لابارتمون هادي اللي فيها
103 مترو عماره فيها السنديك كاميرا سيرفيونس لاسانسور وعاد كومبلكس ديجا فيه الجردة في الالعاب ديال الهوستيتوين وعاد لي باريير ديالو ريزيدونس محروس. هنايا لا شومبر الثالثه اللي كاينه في وسط الشقه هذه اللي حتى هي المساحه ديالها كبيره ولكن هما ما بغاوش يستغلوها كشومبر كلشي يعني بيت النعاس استغلوها كبيت ديال الكلاس اللي غادي يقدروا يجلسوا فيه حملوا فيه النوعيه ديال الكنابيز مخدات اللي كلهم جاو رائعين متناسقين وعاد عاملين فيه هاد التلفازه ستيتو ولكن هنا تقدروا تعملوا بلازما ولكن هنايا لابارتمون كتباع بالفراش ديالك كيف ما كتشوفوه. بالنسبه للتغييرات نتوما كتبقى عليكم على حسب الذوق ديال الشاري اللي قلت لك هاد البالكون عاوتاني سمع هاد الاساله. هنايا كاين يعني كيف ما قلت لكم فاتيره هي اللي لاحظتها يعني كل شومبر جات فيها البالكون ديالها وهاد البالكون اللي جاو كبارين تقريبا من الحيط حتى للحيط وعاد عاملين معدلينهم بالالومنيوم وكيطلعوا على منظر غزال فريون يعني نتوما بغيتوا تشوفوه مباشره عيطوا لنا في الارقام اللي كاينين الفوق وحنا غادي نجيبوكم تزوروا هاد لابارتمون هادي وشنو فيها مباشره وعلاش كطلل. وهكذا من بعد ما شفنا لابارتمون ديالنا فين كتواجد كتواجد حدا مرجان طريق الرباط يعني قريبه من جميع المرافق العموميه كاينين التوكسيه كاين ترامبيات وعاد كاين الباركين للناس بالنسبه للناس اللي يبغيو يشريو باركين فوسط الريزيدونس سينو كاين الباركين حدا الريزيدونس تقدر تباركي فيه. العماره فيها سانديك فيها الكاميرا سيرفيونس فيها لاسانسور وعاد فيها العساسه طبعا ما نساوش انها فيها حتى الباركين. ما فيها ما كاينش نهائيا في الشقه ديالنا الفيزافي المساحه ديالها 103 متر ثلاثه بيوت صالون كوزينه وعاد جوج حمام ماشي تواليت سيرفيس وحمام جوج حمام اللي فيهم دوتشا او لا البانيو ديالو. وهيدا نكونو قلنا جميع المعلومات وغيبقى لكم غير الثمن اللي هو جد رائع شحال 140 مليون سنتيم بهادشي كامل اللي شفتوه يعني بالفراش اللي كاين في الصالون بالكيما اللي كاين في بيوت هاد النعاس عاد بالتصفريشه اللي كاينين في الدار كامله وحتى بالكوزينه القشوع اللي كاين في الكوزينه مولات الدار ما اتهز لكم حتى حاجه. عجبتكم هاد الشقه وبغيتو تشوفوها ما عليكم غير تعيطوا لنا في الارقام اللي كاينين في اعلى الشاشه وحنا ان شاء الله غادي نجيبوكم تزوروها وتشوفوا الاطلاله الرائعه اللي كتطلل عليها الشقه. الا بغيتو تسقسوا على هاد العاقه ولا اي عاقه كتشوفوا في القناه افيتو طونجي ما عليكم غير تعطيونا الريفيرونس اللي كاين في اعلى الشاشه. نعاود ناكد الرقم اللي كاين في اعلى الشاشه ضروري ما تقولوه لنا باش نحنا نعرفوا ان عقار كتقسيو عليه ونعطيكم المعلومات الكامله على داك العقار هذاك والموقع ديالو. بالنسبه للناس اللي كيفاش على الاراضي المحلات التجاريه والشقق للكراء ما عليكم غير تعيطوا لنا تنتوما في الارقام على الشاشه وحنا غادي نعطيكم المعلومات على هادشي اللي كتطلبوا. وتحت الطلب ديالكم اسسنا قناه ثانيه افيتو طونجي جوج غتجبروها في الديسكريبسيون ما عرفتوش دخلوا علينا في الواتساب حنا انصرد لكم اللين ديالها تابوناو معنا وفعلوا الجرس ويصلكم كل ما هو جديد. وهيدا نكونوا قلنا كلشي بقى الدعوه هنا دعوه داوليك تقولتي لفاطمه الزهره دايما اخوتي الله يسهل عليكم اجمعين والله يعطيكم ما فنيتكم نهاركم برك.